جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف ألف يا عين. رسالتها مطولة بعض الشيء، تقول فيها: لي 5 أولاد وزوجي موظف بسيط راتبه ضعيف لا يكفي أولادي، وأحيانا لا أجد ما أطعمه أولادي، وليس لي عمل مناسب حتى أساعد زوجي، وخاصة أنني ألتزم بالزي الشرعي والحمد لله، ولا يدري عنا أحد أننا نحتاج المال، لأنه بفضل الله قد رزقنا الله التعفف، ولنا بعض الأصدقاء. أحيانا هؤلاء يعطون المال لعدد معين من الناس، وقد ذكرناهم نحن لهم، وبعد فترة كانت أسرة من هؤلاء الفقراء قد أغناهم الله وأصبحوا لا يستحقون هذا المال، وخاصة أنهم لا يلتزمون بالدين. وفي هذه الحالة كنت في حاجة شديدة لهذا المال، فأخذت المال الذي يخص تلك الأسرة وأنفقته على أولادي بما يرضي الله عز وجل، وكنت أحاول أن أتقي الله في هذا المال، وأنا أخشى أن يكون علي إثم في ذلك، ولكن كنت أجد نفس الشروط التي يشترطها هؤلاء الأغنياء تنطبق علينا، والحمد لله الآن قد يسر الله لنا الحال وأصبحنا لا نستحق هذه الزكاة، فهل علي سداد المال الذي أخذته من تلك الزكاة بعد أن يسر الله لنا الحال، في حين أنني أحاول جاهدة أن أتصدق على المحتاجين لأنني أشعر بحالهم، ولكن هل علي سداد المال بنفس الكمية التي أخذتها من الزكاة؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أنك قد أخطأت في هذا التصرف، وكان الواجب عليك أن تبلغي مخرج الزكاة عن الواقع قبل أن تتصرفي، أن تخبريه أن الأشخاص الذين أرسل الزكاة معك لهم لا يستحقون الزكاة لغناهم وعدم حاجتهم إليها، وأخبرتيه أنك بحاجة إلى الزكاة أنت وزوجك وأولادك، حتى يسمح بها أو ينويها لك ويخرجها إليك، ويكون الأمر واضحا أمامه. أما وقد تصرفت هذا التصرف ولم تخبريه بذلك، فإن الواجب عليك أن تدفعي هذا المبلغ وأن تغرمي هذا المبلغ للفقراء، وأن تخبري المتصدق بهذا الذي حصل، ثم هو يتصرف فيه ويعطيه لمن يستحقه، لأنه زكاة لم تصل إلى من نواها لهم، فلا بد من إخباره بذلك وإحضار المبلغ الذي دفعه حتى يعطيه لمستحقيه. نعم.